أسعدتم أوقاتاً بكل الخير. أنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. توقع 55% من الأحزاب الأردنية 58 أنها قادرة على تصويب أوضاعها، وذلك وفق قانون الأحزاب الجديد والذي حدد مهلة تنتهي منتصف أيار المقبل لاستكمال الشروط التي تم وضعها، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز الأمة للدراسات. كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن 28% من الأحزاب تتجه نحو الاندماج مع أحزاب أخرى، بينما تتجه 3% نحو الحل، فيما لا يثق 14% منها في مآلات الأمور لديها. كما أظهرت نتائج الدراسة الاستكشافية أن أهم التحديات التي تواجه الأحزاب في تصويب أوضاعها هو انخفاض القبول الشعبي، يليه التحدي المادي، ثم التحدي التنظيمي والإجرائي، يليه عدم كفاية الوقت المحدد لتصويب الأوضاع، ثم إقبال الشباب على الانتساب للحزب، فيما حل التحدي الأمني في ذيل القائمة. ما جاء في تلك الدراسة من نتائج يفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول حالة الأحزاب في الأردن والتوقعات المرتبطة بالمرحلة المقبلة. ولربما السؤال الرئيس هو قدرة الأحزاب فعلاً على الاشتباك مع القواعد الجماهيرية العظمى في وقت يفتقر الكثير منها إلى البنى الرئيسية على صعيد الهوية السياسية والخطاب والبنية القيادية والكادر الحزبي أيضاً. خارطة الأحزاب السياسية في ضوء قانون الأحزاب الجديد هو موضوع حلقة الليلة من برنامج استوديو اليرموك. أرحب فيه بضيفي الأستوديو. أولاً رئيس مركز الأمة للدراسات الأستاذ عاطف الجولاني. مساء الخير أستاذ عاطف. مساء الخير. كما أرحب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأستاذ عبد المجيد دنديس. مساء الخير أستاذ عبد المجيد. مساء الخير. ويعني أبدأ معك أستاذ عاطف فيما يتعلق بتلك الدراسة، ودعني أبدأ بتوطئة للسؤال. مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية دعنا نقول، والتي جرى إشهارها وإقرارها خلال العام 2022، قيل بأن هذه شكلت نقطة تحول جديد في مختلف الحياة السياسية، بمعنى أنها نقلت الأحزاب من هامش المشهد السياسي إلى أنها وضعته في الصميم. اليوم هناك قانون أحزاب جديد، قانون انتخاب جديد، هناك أيضا مؤسسة للعمل الحزبي لدى الطلبة في الجامعات والمدارس. هنا التساؤل يأتي بناء على ما توصلت إليه الدراسة الاستكشافية التي قام بها مركز دراسات الأمة، هل وضعت يعني قدم الأردنيين على الخطوة الأولى بطريق الألف ميل وصولا إلى الحياة الحزبية المؤسسة والمقوننة والمنظمة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. آمل ذلك، وأعتقد أن كل الأردنيين وليس فقط الأحزاب، الجميع يأمل أن تكون نتائج مخرجات اللجنة التحديث المنظومة السياسية باتجاه إحداث نقلة في الحياة السياسية في الأردن. هذه أمنيات حتى الآن، ما تزال رغبات، لكن هل ستصدق هذه التوقعات، النبوءات، الأمنيات؟ أعتقد هذا متروك للفترة القادمة. يعني الأحزاب السياسية وصفت مخرجات قانون الأحزاب والانتخابات بأنها خطوة جيدة على الطريق، نعم، ولم تقل أنها ستحدث نقلة نوعية وتحول يعني جوهري في مسار الوضع السياسي في الأردن. ما تزال هناك يعني شكوك لدى البعض، آمال لدى البعض، يمكن أن نصفها بالفعل أنها خطوة مهمة، خطوة جيدة، ولكن العبرة الآن في التنفيذ. منذ إقرار قانون الأحزاب، القانون أدخل الأحزاب في ورشة عمل ستستمر لمدة عام كامل، يعني منذ 7 شهور الجميع دخل في تحدي البقاء، تحدي تصويب الأوضاع وفق القانون، لأن القانون جاء بأثر رجعي. هو لم يعفي الأحزاب التي كانت قائمة، وبالتالي يطبق الشروط على الأحزاب الجديدة، بل فرض هذه الشروط على الجديد والقائم. ولذلك الكل يجتهد بعملية تصويب الأوضاع. البعض ربما يستطيع أن يتجاوز التحديات، الإشكالات، المتطلبات، البعض يواجه صعوبات حتى اللحظة. نتمنى، وأعتقد يعني إذا أردنا أن نتكلم عن واقع أفضل للحياة السياسية، ونحن نعتقد أن الإصلاح السياسي
والنهوض بالواقع السياسي في الأردن هو المدخل للإصلاح الشامل والنهوض بواقع الأردن، وبالتالي هذا متطلب أساسي. ونحن نشعر اليوم أن عملية الإصلاح السياسي لم تعد ترفاً، ولم ينبغي أن لا تكون مطلباً للأحزاب وللنخب الوطنية، ينبغي أن تكون ضرورة وحاجة، قناعة لدى الجميع. اليوم في ظل التحديات التي يواجهها الأردن، سواء مع اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، أو الأزمة الاقتصادية على المستوى الداخلي، أو المحيط المضطرب في الإقليم، أنا في تقديري أن المدخل لتعزيز الجبهة الداخلية، تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات، يتم من خلال عملية إصلاح حقيقي. نعم. السؤال، هل نحن نتجه نحو ذلك؟ أنا أتمنى وآمل، لكن هناك الكثير من الشكوك. نتمنى خلال الفترة القادمة أن يقدم الجانب الرسمي مزيداً من يعني خطوات وإجراءات الطمأنة لمختلف القوى السياسية، ليس للقوى السياسية، لأن النتيجة، نتائج الدراسة تظهر أن أهم تحدي، أهم عائق تواجه الأحزاب العزوف الشعبي عن العمل الحزبي. نعم، سأتي إلى هذه النقطة، إلى ما كان هناك قدرة للوصول إلى حالة اشتباك بين الأحزاب وقواعدها الجماهيرية، ولكن بالذهاب للأستاذ عبد المجيد. أستاذ عبد المجيد، يعني التساؤل هنا، من بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد، أمهل الأحزاب يعني مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع التشريع الجديد، زيادة عدد الأعضاء ليصل إلى 1000 عضو في الحد الأدنى، 20% منه شباب، 20% من النساء، وبالإضافة إلى انتشار جغرافي وأمور أخرى نص عليها، هل قادر هذا القانون اليوم لتطوير قدرات الأحزاب، إمكانياتها للارتقاء للمواجهة، حتى يعني تكون قادرة على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة؟ تفضل. تماما، اولا انا يعني بدي اشكرك على الاستضافه، واكيد الشكر لقناه اليرموك، واكيد الاستاذ عاطف يعني صديق ومعرفه قديمه بهالعمل العام. لما بنحكي عن قانون احزاب وحياه حزبيه، لابد انه ناشر على قضايا جوهريه اساسيه حتى نصل للخلاصه وللجواب اللي تفضلت طرحته. اولا انا لا اتفق مع يعني جانب اشار للاستاذ عاطف انه قانون الاحزاب جيد، لا مش جيد، مش جيد، لا 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 يمكن هو ما اشار فيه بانه جيد بالمطلق، لا تماما، لا تعبير جيد، لا هو في شبهه، انه شبهه، نعم، مخالف للدستور. كيف؟ لان نص الدستور اباح للاردنيين واعطاهم الحق في تشكيل الهيئات والجمعيات والاحزاب والنقابات، وحط شرطين: أن تكون وسائلها مشروعة، أهدافها مشروعة، ووسائلها سلمية. هذول الشرطين كفيلين بمنح الأحزاب حق بتشكيل يعني نفسها. وبالتالي لما القانون الأخير، قانون 2022 اللي كان نتاج لسمي لجنة تحديث منظومة القوانين السياسية، تحديث المنظومة السياسية، نعم، حمل بمضمونه جملة من الاشتراطات والتعقيدات التي كان الهدف منها هي قطع الطريق على الأحزاب، وخاصة الأحزاب صاحبة التجربة، اللي من عام 93 بعد إقرار القانون رقم 32-93، نعم، مروا بتجربة حزبية الآن فيها إيجابيات فيها سلبيات، هذا موضوع تقييم، بده يكون تقييم موضوعي تماما. نعم. وبالتالي يعني لماذا كل هذه الاشتراطات؟ قصة العدد اللي حاولوا انهم يشوهوا الأحزاب، انه هذه أحزاب عاجزة، أحزاب غير قادرة، أحزاب لن تتمكن، أحزاب غير جماهيرية. طيب انا بدي اشير للمسائل التالية: اولا انا اذا بدي حياة حزبية بدي اعمل استقرار تشريعي، بال93 قانون، بال2007 قانون، بال2015 قانون، بال2022 قانون. طب شو القصة؟ طب وين المشكلة؟ المشكلة جربنا قانون واثنين وثلاثة وما نفعوش، وصلنا لـ 2022. طيب بدنا قانون جديد. انا بدي امشي حاول معك. نعم. الحكم على هذه التجربة تمام. الان احنا ببداية او اخر يوم في شهر 1 23،
صحيح. أنا بتمنى تستضيفني بنفس الوقت بنفس التاريخ 24 تمام بعد سنة من اليوم تماما يعني. ونحكم جيد. المسألة التجريبية ما بتبني حياة حزبية. اثنين اللي بده حياة حزبية بده يوفر بيئة مناسبة. بده يكون في حريات، بده يكون في احترام للأحزاب ودورها. بده يكون في وقف كامل وتام للتغول الأمني على الحياة العامة والحياة السياسية. هاي متطلبات أساسية تعطي فرصة للأحزاب إنها تتطور وإنها تصل للناس وإنه تقدم نفسها. وعلى الأقل أنا بدي أحكي عن تجارب يعني بدول العالم سبقتنا. دول العالم ما بيشترطوا 6 محافظات وعشرين بالمئة شباب وعشرين بالمئة مرأة نساء. وإشي فيه نقيصة يعني إنه واحد احتياجات خاصة. أنا إذا نظام الداخلي بمنع أي مواطن أردني سواء سليم معافى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أنا حولني على المحكمة، لأنه ما بجوز أمنع مواطن أردني يدخل الحزب. تمام، بس أنت لما اعتبرت بأنه هذا قطع الطريق على تشكيل الأحزاب بينما حتى لا نصل إلى دكاكين وليس أحزاب؟ تماما، ما أنا مش كل واحد والله بتقدح براسه فكرة بدأ أشكل تمام حزب من الصبح بكرة بلملي كم من تماما. لكن مين اللي فتح المجال للدكاكين اللي سميتها دكاكين إنها أحزاب تفرخ هذا التفريخ في عام 2015؟ شو الهدف كان؟ كان هي ضرب الأحزاب اللي بتحمل فكر والتي لديها قاعدة جماهيرية ولها قاعدة وبنفس الوقت عندها رؤية وبرنامج وهي تشكل خط معارض للسياسات الرسمية سواء بالجانب السياسي أو الاقتصادي. هذه المحاولة كانت وبالتالي فشلت. الآن ركبوا القانون الجديد تحت مسميات وعناوين ونصوص مختلفة حتى يعيدوا الكرة مرة أخرى. بالتأكيد بالنتيجة إحنا بدنا نتعامل مع واقع. إحنا خيارنا ديمقراطي تمام نتعامل مع الواقع وبالتالي يعني الهدف الأساسي الآن ليس الإذعان كما يقال لنصوص القانون بقدر ما هو إعادة تصويب أوضاعنا بشكل قانوني لكن مع تأكيدنا بعدم صوابية هذا القانون بما حمله من اشتراطات وتعقيدات ومتطلبات. وهون ما بدي أخذ من يعني أطول بالمداخلة بس أي. إشارة سريعة تفضل. لما أنت بشغلوك بالورق بالورق جيب التوقيع وجيب صورة الهوية وجيب رقم الوطني وجيب رقم تليفونه هذا مش دور حزب هذا مش أحزاب. هاي ورشة أشار لها الأستاذ عاطف، هاي ورشة مش سهلة. ونفس الشيء كان بال 2007 جيب عدم محكومية جيب هويته جيب رقم. طب شو القصة شو القصة؟ طيب قانون بمسح تجربة عمرها 30 سنة من الحياة الحزبية وبصير الحزب اللي تشكل بال 93 بده يعيد ترتيب أوضاعه زي الحزب اللي جاي مبارح. وين صارت وليش؟ طيب هذه نقطة بدي أنقلها أنا للأستاذ عاطف. نبدأ بالدراسة الاستكشافية التي يعني صدرت عن مركز دراسات الأمة. 55% يتوقع من الأحزاب التي استطلعت رأيها أو استمزجت آرائها من 58 قادرة على أنه قادرة على أنه تصوب أوضاعها وفق قانون الأحزاب الجديد. المدة ستنتهي قرابة يعني منتصف أيار 14/5 نعم 14/5 القادم. حتى الآن 55% من 58 لم تستطع أنه تصوب أوضاعها. يعني 55% أستاذ بسيم لم تصوب، هي تتوقع أن تتمكن من تحقيق الشروط وبالتالي أن تصوب أوضاعها. حتى الآن الأحزاب التي صوبت أوضاعها عدد محدود ربما لا يصل 5 أحزاب. نعم. اليوم أعلنتها الهيئة المستقلة 5 أحزاب ولذلك واللي أعلنوا عن ولذلك حزبين. هذه التوقعات في تقديري توقعات متفائلة ويمكن تفسيرها لأكثر من سبب. الأحزاب بعضها يعتبر أنه ما زالت هناك فترة طويلة، هناك حوالي 4 شهور تفصلنا أو 4 شهور ونصف عن الموعد المحدد، بالتالي لديه توقعات آمال بأن يحصل شيء يعني خارج الوضع القائم حاليا. البعض ربما يريد أن يحسن شروط التفاوضية
لأنه في الآن محاولات للدمج. نعم، في عملية الدمج الحزب الذي يعني يشير إلى أنه يمتلك القدرة على تصويب أوضاعه بالتأكيد سيدخل في مفاوضات لعملية الدمج بوضع أفضل، والأستاذ عبد المجيد يدرك هذه المسألة أكيد. ولذلك هذا سبب آخر. البعض يعبر عن أمنيات ورغبات، لكن هذه الأمنيات هل تتحقق أم لا؟ يعني الأمر مختلف. هي النسبة ليس فقط 55% إذا تكلمنا عن التوقعات، إذا جمعنا 55% مع 28% اللي سيذهبون نحو الدمج، نحن نتحدث عن أكثر من ثلثي الأحزاب تتوقع أنها ستبقى موجودة وقائمة. هل هذا الرقم منطقي في ظل المعطيات الحالية؟ أنا في تقديري لا، هذا الرقم مبالغ فيه. يعني تقديراتي ربما يصل عدد الأحزاب التي تتمكن من البقاء إلى ثلث الأحزاب القائمة. ممكن يتراوح الرقم ما بين 15 إلى 20 حزب، لكن نتكلم عن حوالي 70% من الأحزاب ستبقى موجودة. أعتقد هذا الرقم فيه كثير من المبالغة. فيما يتعلق بالنقطة التي أشار إليها الأستاذ عبد المجيد، أنا قلت أن القانون كان ينبغي أن لا يطبق بأثر رجعي، وإشكالية القانون أنه طبق بأثر رجعي، وهذا يعني على أحزاب قائمة يعصف بأوضاع أحزاب قائمة تجربة كبيرة جدا من العمل السياسي. وحين تحدثت أن مخرجات منظومة تحديث القوانين اعتبرت نقلة، عفوا خطوة جيدة إلى الأمام، كان التركيز يتجه نحو قانون الانتخابات أكثر مما يتجه نحو قانون الأحزاب، لأنه قانون الانتخابات نص على قائمة حصة للأحزاب، كوتا للأحزاب حوالي يمكن 41-42 مقعدا، وهذه نسبة جيدة يمكن إذا طبقت بشكل صحيح، إذا لم تحصل تدخلات لتحديد من يصل من هذه الأحزاب، هذا ربما ينتج برلمانا أكثر تسييسا. البرلمانات السابقة نحن تابعنا، يعني البعد السياسي فيها يعني ضعيف ضامر، ولذلك صحيح. المأمول أن قانون الانتخابات أن يحدث هذه الخطوة أو هذه النقلة. نعم. قانون الأحزاب بالتأكيد يعني أوقع الأحزاب في إشكاليات كبيرة. حتى الأحزاب التي تمتلك القدرة هي دخلت، يعني حزب جبهة العمل الإسلامي مثلا احتاج الأمر عدة شهور حتى يرتب الأوضاع، ليست لديه مشكلة في الأعداد ولكن يريد أن يديرها بطريقة معينة. الكل دخل مثل ما قلت يعني في عملية تصويب للأوضاع، إجراءات إدارية كثيرة، هذه الاشتراطات 20% 20% 20% قد يمكن الدفاع عنها باتجاه أننا نريد الأحزاب أن تضم الجميع، يعني لا نريد أن تكون الأحزاب بلا شباب بلا نساء. من حيث الفلسفة قد يكون هذا الأمر يعني صحيح، ولكن أنت في نهاية المطاف ما دمت تفتح المجال للجميع ولا تحجر على أحد. الأحزاب لا يجوز لها أن تحجر لا على أساس الدين ولا على أساس الطائف ولا على أساس الجنس، هي تفتح المجال للجميع. لكن الإشكالية في تقديري في البيئة والثقافة في المجتمع، وهذه نتجت يعني لتراكم عشرات السنوات حالة، يعني حتى العامل الأمني الذي ظهر في الدراسة أنه 3% هو 3% ينبغي أن تفهم بشكل يعني دقيق. 3% بمعنى أن الأحزاب لا تتعرض الآن في عملية تصويب الأوضاع، لا تتعرض لتدخلات أمنية في عملية التصويب، فقط في عملية التصويب. أين يكون في الإجراءات؟ ولكن 19% أهم تحدي يواجه الأحزاب القبول الشعبي. 19% هذا 19% لماذا العزوف عن الانتساب للأحزاب؟ يحضر هنا العامل الأمني خوف من القطاعات الشعبية وتجربتها خلال العقود السابقة تجعلها غير مطمئنة. اليوم هناك دعاية جيدة في شوارع العاصمة عمان، وربما لا أدري إذا في مدن أخرى، هناك دعوة للجميع بأن ينخرطوا في الحياة الحزبية، تشجيع للشباب، وضع تشريعات، وهذا كله شيء جيد، ولكن يعني نريد أن نلمس نتيجة لذلك. نريد أن نلمس نسبة 19% على سبيل المثال الذين يعني يشكلون تحدي للأحزاب، أن ينزل هذا الرقم إلى 9% على الأقل. ولذلك إذا وجدت بيئة سياسية مشجعة،
إذا اطمأنت القطاعات الشعبية أنها لن تكون ملاحقة في حال اتجهت نحو العمل الحزبي، أنا أعتقد يعني الأمور ستتغير. في كل الأحوال القانون الآن بات أمرا واقعا، أعتقد أن نصفه بأنه جيد ولا غير جيد خلص كان له ضرورة أم لم يكن لذلك، أعتقد الآن تجاوزنا هذه المسألة والأحزاب في تقديري. لكن ربما الأستاذ عبد المجيد، وأكيد هذا من حق الجميع، أن يثبت الموقف أن هذا القانون لم يكن له مبرر ابتداء، أو أنه كان ينبغي أن لا ينطبق بأثر رجع على الأحزاب القائمة. هذا موقف سياسي مفهوم ومنطقي. اليوم أنا أعتقد الجميع معني بإنجاح التجربة، مطلوب من الجانب الرسمي أن يقوم بدور، ومطلوب من الأحزاب بأنه ما هو المطلوب من الجانب الرسمي. خلينا نحكي بالأحزاب بالأول. أنت أبديت تخوفك، أو ليس تخوفك، يعني شككت في القانون الجديد، وقلت بأنه من الآن أنا أقرأ بأنه هذا سيكون فاشل زي بناء على القوانين التي يعني طبقت سابقا. ولكن هناك لدينا عدد من الأحزاب لديها خبرة طويلة في العمل الحزبي، ولديها قواعدها الشعبية، ولديها الحضور التاريخي والامتداد السياسي. حزب جبهة العمل، الوحدة الشعبية، الحشد، الشعب الديمقراطي، الشيوعي. لما إذن الخوف من هذا وأنتم تمتلكون هذه ميزة تعتبر لدى هذه الأحزاب؟ أم أنها هي تخشى من إخفاقها في الانخراط وأن تكون في جوهر العمل السياسي، لذلك تذهب مسبقا وتهرب وتهاجم هذا القانون على اعتبار بأنه هو من أفشلها؟ لأنه سهل جدا نجد الشماعة ونعلق عليها إحنا خيباتنا زي ما بيحكوا. إذا يعني بنكون عاجزين عن تلبية المتطلبات الواردة في هذا القانون رغم اعتراضنا عليه، قد يكون تفسيرك صحيح، انه يعني افضل وسيله للدفاع هي الهجوم على الهجوم القانون. لكن الصوره مش هيك، مش هيك، لا لا لا. ولن تكون حتى اثناء فتره عمل لجنه تحديث منظومه القوانين السياسيه كان في هجوم على الاحزاب وتشويه للاحزاب، يعني إحنا مضطرين لقانون جديد لأنه هذه أحزاب ضعيفة، أحزاب معزولة، أحزاب لا تعمل، أحزاب يعني ومين من مواقع رسمية. طيب مع إقرار القانون الجديد مين سيد المشهد وكان يحكي عن الحياة الحزبية الجميلة وعن الأحزاب اللي كانوا معادين للأحزاب قبل يوم، قبل سنة معادين للأحزاب والتجربة الحزبية، إنه إحنا بلد ما بنفعنا تجربة حزبية وأحزاب. طب ما هو كان فاهم غلط وبعدين وعي. وعي تماما. طيب أوكي، أنا ما خير بيقولوا بيغير زي ما بيحكي المثل. ما هو لا لا، هلأ ممكن إنسان يغير، بس المسألة مش ميكانيكية. أيوه. يعني ما نزل عليه الوحي وصار منظر عن الأحزاب والحياة الحزبية وأهميتها للأردن وللوطن. ما نزل الوحي، بس نزل التوجيهات وهو مضطر إذا يتعامل. تمام. طيب إذا المسألة بالنسبة لنا على الأقل أنا بقدر أحكي عن حزبنا وأنا بالهيئة القيادية للحزب، نعم، ومطلع على أدق التفاصيل، وأمام كل جمهور قناة اليرموك، وأكيد يعني أمام الأساتذة اللي أنا معهم بالاستوديو، العدد ما عندنا مشكلة، متطلبات القانون ما عندنا أي مشكلة أبدا. لكن بالنتيجة المسألة مرهونة بالتوجه الرسمي. ليش؟ لأنه نحكي إحنا الآن سياسة، في تخوف حقيقي إنه الأحزاب صاحبة التجربة اللي بدأت بال93 مش مقبولة رسمياً، وبالتالي نحن أو هم بحاجة لإعادة هندسة الحياة الحزبية لوجود أحزاب تتوائم مع النهج السياسي والاقتصادي القائم. تمام؟ بس بالمقابل أنا واجبي ودوري ومسؤوليتي إنه أدخل هذه المعركة الديمقراطية باتجاه توفير كل المتطلبات اللي بتطلبها قانون الأحزاب رغم اعتراضي عليه وعلى كثير من الاشتراطات اللي فيه، حتى أحافظ على هذه التجربة. يعني أنت مضطر للتعامل معه. تماماً. جيد. تماماً. أين وصلتم في الوحدة الشعبية اليوم في عملية التصويب؟ اسأل الهيئة المستقلة. أنا بدي أسألك أنت، لو بدي الهيئة المستقلة هي اللي كنت سألتها. نعم. أنا بدي أشرب من رأس النبع. نعم. أين وصلتم؟ إحنا على الطريق. يعني إن شاء الله. وقريبا جدا. يا رب. وقريبا جدا. يا رب. تمام. طيب. أنا بس بدي أشير لنقطة ثانية. تفضل أشير. لما القانون بيحكي بدنا نحفز الشباب على المشاركة بالأحزاب. هذا إشي ضروري ومهم. أكيد. تمام.
نعم. طيب لما بنحط نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات أكيد كلنا شفنا طبعا مجلس التعليم العالي أقره على تمام نعم. بس أهم نقطة فيه أنا يعني لازم أحط عميد شؤون الطلبة حاكم إداري على الطلاب حتى النظام يمشي وأموره تكون صح. وين؟ من يفترض أن يقوم بهذا الدور؟ دوره توجيهي، دوره إشراف على النشاطات اللي بيقوموا فيها الشباب، مش سلطوي. وهون هون المأساة، هون جوهر القضية. هاي العقلية ما خلصنا منها، ما طلعنا منها. اثنين، طب ليش تغيب موضوع الانتخابات الطلابية؟ هي الأهم. الآن الاتحادات ما في. ما في. على ما أعتقد ما حدا بيجي. وبالتالي أي تحفيز للشباب، أي دور للشباب مطلوب. الشباب بينتموا للحزب رغم إنه في نص بالقانون الحزب لا يساءل. يتم استدعاء والتحقيق معه وترهيبه وليش منتمي وشو بدك فيهم وليش وجع الرأس. طب أي حياة حزبية إحنا بننشد؟ هذا الواقع. طيب اللي بده حياة حزبية حقيقية جدية بصادر الحريات العامة. طيب تمام. أنت يعني أنا أعجب بأنك تعتقد بأنه الحياة ستكون مجرد ما أنه تقول الدولة بأنه سنتوجه نحو الحياة الحزبية ومأسستها وقوننتها ستصبح قمرة وربيع. لا لا لا. طب ما هو في تيار بده يواجه هذا الشيء. ما عندي وهم أنا. لا لا ما عندي وهم. حتى نصل يعني إلى هذه المرحلة بدنا شوي. تماما. بدنا نواجه. بدنا نجابه. بدنا واجب الدولة توفر البيئة المناسبة. الظروف اللي تساهم في إغناء هذه التجربة اللي تتأسس على أسس صحيحة. وإلا شو الفائدة؟ طيب شو الفائدة؟ تمام. هذا مرتبط بالنقطة التي سأنقلها لي الأستاذ عاطف. أنتم تحدثتم في دراستكم عن معوقات واجهت الأحزاب أثناء توجههم لتصويب أوضاعهم. تحدثت عن نقطتين إنه معوقات رسمية فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، الموقف الشعبي، وهناك يعني حالة من دعنا نقول من عدم الثقة من القاعدة الشعبية. ما المعوق الثالث الذي واجه الأحزاب في مرحلة تصويب أوضاعها؟ نعم، يعني بداية أتمنى بالفعل، وهذا خبر مبشر، أنه حزب الوحدة الشعبية وهو حزب محترم، نعم، صاحب فكر وحضور وتجربة طويلة، أعتقد أنه وجوده واستمراره هذه مسألة في غاية الأهمية. هو من الأحزاب اللي لعبت دور خلال الفترة الماضية، ويعني أعتقد دور ملتزم بالقضايا الوطنية داخل البلد وقضايا الأمة كذلك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فيما يتعلق بالتحديات، أنت أشرت يمكن بمقدمة البرنامج إلى ترتيب التحديات. كان التحدي الأبرز التحدي المتعلق بالقبول الشعبي، وهذا تكلمنا فيه. هذا صحيح. حقيقة يحتاج هذه النتيجة تحتاج من الجانب الرسمي ومن كل الأطراف أن تقرأ بعناية. إذا كان هذا هو التحدي الأكبر، من يريد أن ينشط الحياة الحزبية عليه أن يعالج هذه التحديات. والدراسة حتى تكون الصورة واضحة، الدراسة تمت من خلال استطلاع آراء جميع الأحزاب المسجلة اللي هي 58 وتم حزب 54 حزب 54 حزب. هو عدد لأنه في أحزاب مسجلة في الهيئة المستقلة، لكنه بعضها تم حله ولا زال اسمه موجود، وبالتالي ليس يعني ليست قائمة حاليا. تم الاتصال بالأمين العام أو نائب الأمين العام أو عضو قيادة من الحزب، فتم أخذ آراء الجميع، ولذلك النتائج ليس هناك مجال للتشكيك فيها. والدراسة الكاملة وربما يعني نقوم بنشرها لاحقا بكل تفاصيلها، إجابات جميع المستطلعين، الإجابات موجودة مفرغة، كل شخص ماذا قال، الدراسة دقيقة وليست يعني محل جدل أو تشكيك. كم استغرقت منكم الدراسة؟ استغرقت هي كانت خلال شهر ديسمبر الماضي، شهر 12 2022. كانت على مدار شهر كامل، أخذت شهر، وبعد ذلك تحليل النتائج وإعدادها أخذ أسبوعين، وبالتالي عمليا استغرقت حوالي شهر ونصف. لكن فترة الدراسة من بداية شهر 12 الماضي وحتى نهاية الشهر. الآن القبول الشعبي كما قلت هذا ينبغي أن يدرس، والمعني به بتقديري بصورة أساسية ليس الأحزاب. الأحزاب ربما هي بحاجة الرسمي
يعني الجانب الرسمي أساساً الأحزاب لا معنية من جانب آخر. إذا أنت لم تكن مقبولاً شعبياً صحيح هناك العامل الأمني إذا ما كان والخوف، لكن هناك برضو عنصر القناعة. كم أنت استطعت خلال الفترة الماضية كأحزاب أن تقنع الجماهير بأن تنضم إلى الأحزاب؟ هذا لا نستطيع أن نلغي، وبالتالي الأحزاب مطلوب منها أن تراجع أنفسها كيف تستطيع أن تجتذب هذه القواعد الشعبية. والجانب الرسمي كذلك يتحمل مسؤولية، لأن الإجراءات والملاحقة الأمنية والمساءلة الأمنية بالتأكيد تلعب دورا مهما، لذلك الدور مطلوب من الجميع. التحدي الثاني كان التحدي المادي المالي. واضح أن الأحزاب الأردنية لديها مشكلة مالية، وكثير من الأحزاب تجد إشكالية في المقرات في كثير من التفاصيل. جاء التحدي الإجرائي والتنظيمي 3-4 بنسبة 14%، وبعد ذلك الفترة المتاحة لتصويب الأوضاع. وبالتالي أعتقد أن الجانب المالي والجانب القبول الشعبي هي التحديات الرئيسية التي تواجه الأحزاب. هو الآن بس فقط أنوه على الشاشة بأن هذه نتائج التحديات بحسب الدراسة التي صدرت عن مركز الأمة، وهي تظهر على الشاشة ويعني موزعة بحسب التحدي فيما يتعلق بهذه أو وقع الحالة الحزبية من حسب الخارطة الاستكشافية التي أنتم قدمتموها. أكمل اتفضل. يعني فيما يتعلق بالجانب التنظيمي على سبيل المثال، الآن التحدي الذي يواجه بعض الأحزاب أنك مطالب إذا سجلت 1000 عضو أن تعقد المؤتمر العام وأن يحضر المؤتمر العام 50%، يعني 500 شخص زائد واحد زائد واحد. وبالتالي هذا طبعا في إشكالية لبعض الأحزاب. اليوم الهيئة المستقلة قالت حزبين فقط حددوا موعد مؤتمرهم. قد تستطيع أن تسجل 1000 عضو، لكن أن تحضرهم في وقت واحد ويأتي مندوب من الهيئة المستقلة للانتخابات ويعد الموجودين، هذه إشكالية كذلك من الصعوبة لبعض الأحزاب. من الصعوبة هنا لدى بعض الأحزاب فيها صعوبة. يعني قد تستطيع أن تقنع شخصا بأن يعطيك أوراقه وأن يقوم بالتسجيل، لكن لا تستطيع أن تضمن أنه 500 واحد في يوم محدد أن يكون الظرف مناسب لهم أو لديهم الحماس أن يأتوا. أنت بدنا ندرك أنه 1000 اسم يعني الأحزاب التي يعني بشق الأنفس أكملت 1000 اسم هي بالتأكيد يمكن مانت على بعض الناس أنهم يسجلوا أسماءهم، لكن ليس لدرجة التفاعل أنه يجي ويحضر. أتمنى أن تستطيع تجاوز هذا التحدي. اليوم أنا قلت نحن أمام أمر واقع سلبي إيجابي بدنا نتعامل معه. هناك ربما تكون بعض الجوانب السلبية في موضوع عدم الاستقرار التنظيمي، لكن إذا كان هناك من إيجابية للقانون ربما القانون يعني يسهم في تقوية الأحزاب. الآن بعض الأحزاب ستضطر لأن تندمج مع بعضها البعض. بصراحة يعني إحنا المفروض إنه حرية التنظيم الحزبي مفتوحة للجميع بدون شروط، لكن في تقدير 58 أو 54 حزب في الأردن بحجم المجتمع الأردني وبقوة الأحزاب اللي هي في كثير منها ليست يعني ذات حضور، أعتقد هذا الرقم كبير. كنا نتمنى أنه يتم أن تنظم الأحزاب نفسها بذاتها بدون قانون، بمعنى أن نصل إلى 10-15-20 حزب، لكن ليس بسيف القانون ولكن نتيجة القناعة. المشكلة أنه يعني الأحزاب فعلا تم تفريخها بشكل كبير، وأعتقد في إشكالية. اليوم قانون الانتخابات أصلا الذي يشترط عتبة حسم 2.5%، الأحزاب الصغيرة لن تستطيع أن تتجاوز عتبة الحسم. وبالتالي رقم 30 حزب أصلا في مشكلة بكرة في الانتخابات. ولذلك يعني إذا كان هناك إيجابي، إذا كانت هناك إيجابية نتمنى أن يدفع القانون الأحزاب المتقاربة في البرامج السياسية أن تتقارب لتنتج أحزابا أقوى. هل هناك ضمانات؟ الآن في 28% من الأحزاب بقول لك أنا سأتجه نحو الدمج، يعني نأمل لهم أن يوفقوا في ذلك، لأن الأحزاب التي ستنتج عن دمج حزبين أو أكثر من حزبين أعتقد أنه قوتها ستكون أكبر من الوضع السابق. الآن يعني نحن دخلنا في هذا المعترك، ليس لنا إلا أن ننجح جميعا في التحدي. الجانب الرسمي صحيح اليوم خطى خطوة بغض النظر عن توصيفها. أنا في تقديري ينبغي أن يكون معنيا بإنجاح هذه الخطوة حتى النهاية. طيب الناس تأخذ على الجانب الرسمي أنه تدخل في صناعة بعض الأحزاب.
في سمعنا مصطلح أحزاب الأنابيب. نعم. يعني كنا أقول يعني أقول في مشكلتنا الأساسية في هندسة لن تكون في هندسة إيجاد الأحزاب في إيجاد الأحزاب وسطنا. هذه المشكلة ربما تكون أقل. طيب. المأمول سأعود إلى أين ستكون. نتمنى فقط أن لا يحصل التدخل لاحقا حين تخوض هذه الأحزاب الانتخابات. الأحزاب التي تم اصطناعها أن لا يتم التدخل لصالحها. طيب تمام. إحنا سنتوقف فقط عند فاصل قصير وللحديث بقية تفضل بالبقاء معنا الأستاذ عاطف الجولاني والأستاذ عبد المجيد دنديس، وأنتم مشاهدين أيضا فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تبتعدوا. أسعدتم أوقاتا من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو اليرموك، والتي نناقش فيها خارطة الأحزاب السياسية في ضوء قانون الأحزاب الجديد. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، رئيس مركز الأمة للدراسات الأستاذ عاطف الجولاني، وأيضا عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأستاذ عبد المجيد دنديس. مرحبا بكما من جديد. بالعودة للأستاذ عبد المجيد، إذن يعني الدراسة أيضا التي قدمها مركز الأمة قال أن هناك في حالة ما اسمها تنامي حالة عدم الثقة واليقين لدى الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية، ولربما أيضا الأستاذ عاطف عبر عن المخاوف من المرحلة المقبلة، ليس في عملية إنتاج الأحزاب وهندستها، بل عملية التدخل في عملها وتوجيهها وصولا إلى التأثير على مدى مشاركتها في الحياة السياسية. ولكن ألا تعتقد بأنه اليوم بوجود هذا القانون، بوجود هذه الأحزاب، إلى أنه الأحزاب بحد ذاتها لا تزال الغالبية فيها غير قادرة على وصول إلى مرحلة تنتقل فيها من الهامش إلى صلب العمل السياسي، على الرغم بأنه يقال بأنه هي تعطيها الآن المساحة؟ تفضل. اولا بالتاكيد الدراسه هي جهد بحثي مقدر يعني ومبني على يعني او بيحاول يعكس صوره الواقع. جميل تماما. لكن يعني موضوع دور الاحزاب، الحزب الذي يمتلك رؤيه، يمتلك فكر، يمتلك برنامج عن قناعه وعن تجربه من عام 93 بالحياه الحزبيه، هو القادر انه يوصل فكرته للناس، لانه الحزب فكره، وبالتالي اللي بيقتنع بهذه الفكره انه ممكن يكون عضو بهذا الحزب او مؤيد لهذا الحزب. صحيح. هذا واقع الاحزاب بكل العالم، يعني ما نبتدع شيء جديد احنا. بس وين الدور الاساسي اللي بيلعبه الحزب؟ بقانون الانتخاب مش بقانون الاحزاب. هذا الدور. طيب الأحزاب هي فئة اجتماعية مهمشة، مشان أضيف كوتا بقانون الانتخاب للأحزاب. لا، مش فئة اجتماعية مهمشة، الأحزاب هي ركيزة أساسية بالعملية الديمقراطية وبالبناء الديمقراطي. بس هو ما همشكم، هو وضع قائمة وطنية حزبية وضعوها طبعا هذا يعني الانتخابات المقبلة ستبدأ بثلث مجلس النواب حتى تصل لدورتين إلى 65% من المقاعد. طب ما احنا بنغير بعد 4 سنين، بنغير القانون. انت لا يعني. لأنه ما في استقرار تشريعي. أيوه. ما في استقرار تشريعي حقيقي عم نعيشه من عام 93 تحديدا بعد توقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني. تماما. وبالتالي يعني في استحقاقات سياسية بتفرض حالها على الواقع من خلال النهج اللي ما زال قائم، لم يبدل، لم يغير، ولم يعطي آذان صاغية لكل المطالب الشعبية. بالتأكيد أنا بحكي الأحزاب عليها مسؤولية، ومسؤولية وطنية كبيرة. كيف تقترب من الناس، كيف توصل فكرها للناس. مش معناه انه احنا يعني الامور عندنا مصوبنه ومنيحه، لا، وبدها جهد غير عادي. تمام.
طيب لما بنحط 2.5% بأول انتخابات ومعطي قائمة وطنية للأحزاب أنا بسميها إيش كوتا؟ بسميها قائمة وطنية على امتداد الوطن وهذا الإشي الطبيعي إنه يكون للأحزاب تمام؟ طيب لسه أول تجربة بتخوض الأحزاب بتحط نسبة حسم 2.5% معقول؟ إذن هاي مفصلة كيف يفترض أن تكون؟ نبدأ بنص بواحد بالمية حتى نعطي الأحزاب فرصة تصل البرلمان لأنه قيمة أي حياة حزبية هي التعددية الفكرية والسياسية أي. إذن فقدت التعددية لا بصير لون واحد بصير لون واحد وبالتالي شو عملنا؟ ما بنينا حياة حزبية التعددية الفكرية والسياسية هي اللي على الأقل بتعطي فرصة لبناء حياة حزبية حقيقية وفيها تفاعل وفيها صراع بالأفكار وفيها صراع بالرؤى والبرامج من المؤكد بأنها تعطي التنوع يعطي يعني يغذي ويثري تمام أيضاً. ويثري التجربة نعم تمام. يثري التجربة طيب المسألة الأهم برأيكم اللي بده يراهن على الانتخابات القادمة إذا تتكرر الصورة في انتخابات سابقة عملنا قائمة وطنية بانتخابات 2014 طيب شو كانت النتيجة؟ المال السياسي بلعها طيب أحزاب عم تتشكل طيب أحزاب تمتلك إمكانيات وقدرات مالية تفتقد لها الأحزاب الفقيرة واللي الدراسة حكت عن أهم عامل هو أو أحد أهم العوامل اللي هي الافتقاد للقدرات المالية حزب يعجز أحيانا صحيح عن دفع أجرة مقره عن دفع رواتب ناس موظفين بمقره الرئيسي يعني مش عايشين حياة الطرف إحنا يعني بهالمحافظات وفي مستخدمين لا 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 بنحكي عن مقر رئيسي وبالتالي يعني كيف بده يخوض انتخابات في ظل وجود أحزاب تمتلك المال وبالتالي ممكن توظفه كمال سياسي في الانتخابات هون 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 التحديات الحقيقية وهون عدم الثقة اللي حكت عنه الدراسة عدم الثقة ليش؟ لأنه في تجربة طويلة بالجانب السياسي وبالجانب الاقتصادي المعيشي الناس وصلت لمرحلة من عدم الثقة الجدية أنه الذي يقال يتم ترجمة عكسه وبالتالي كيف أنا بدي أراهن أنه فعلا إحنا نتجه لحياة حزبية حقيقية جدية ولانتخابات حرة ونزيهة وتعطي فرصة حقيقية متساوية للأحزاب إنها تدخل البرلمان وتعكس تعددية فكرية سياسية داخل البرلمان بالتأكيد الثقة ربما تكون معدومة طيب لماذا انخفض التحدي الأمني بالنسبة للأحزاب؟ يعني يمكن أشارت الدراسة الجانب الرسمي بالتأكيد هو يعني هو الذي قدم المشروع الأحزاب وبالتالي على الأقل من حيث الشكل وبالإجراءات العلنية يعني هو حريص على أن تنجح تجربة يعني تمرير القانون ويعني إتمام المرحلة العام الذي يفترض أن تصوب الأوضاع خلاله لا يحصل يعني حسب الدراسة لا يتدخل الجانب الرسمي بشكل مباشر معلن في منع الأحزاب باستثناء ربما يعني كان هناك حزبان تحدثا عن تدخلات أمنية يمكن أهم حزب تكلم عن تدخلات الأمنية حزب الشراكة والإنقاذ يعني كان يشكو من ذلك بشكل قوي للغاية حزب جبهة العمل الإسلامي لديه شكاوى ولكن ليس بذات المستوى فأنا أعتقد أن الجانب الرسمي معني بأن يتم يعني تنتهي مرحلة التصويب الأوضاع دون تدخلات قوية مباشرة من الجانب الرسمي باستثناء الحالة التي ذكرتها ولكن أنا قلت أنه هذا حضر في مسألة التأثير على مدى قناعة المواطنين بالانخراط في الأحزاب الجانب الرسمي اليوم أعتقد أنه لا يشعر أنه بحاجة لأن يمنع لكن هل حصل التدخل الأمني في فرض حتى عمليات الدمج؟ هناك بعض عمليات الدمج مفروضة؟ يعني يشار إليها بأنها تمت يعني بضغط من الجانب الرسمي لكن هذا لا تستطيع أن تقيسه في دراسة يعني في الدراسة لن تقول الأحزاب أنه تعرضت يعني تدخلات رسمية من أجل أن تندمج فلا تظهر هذه ولذلك نسبة 3% هي تتكلم عن إجابات المستطلعين لكنها لا تعبر بالضرورة
عن يعني عن حجم التدخل الذي حصل. أعتقد أن هناك تدخلات حصلت، لكن حتى الآن يعني في حدود معينة. التحدي الآن الأحزاب متروكة لأن أن تواجه تحدي تصويب أوضاعها وفق الشروط، لأنه الشروط بحد ذاتها بدون تحديات أمنية هي بالنسبة لكثير من الأحزاب مشكلة، ومشكلة مشكلة وعقبات. ولذلك أنت بالعكس، يعني أنا أعتقد أن المطلوب خلال الفترة القادمة مزيد من التسهيلات للأحزاب، لأنك الخشية لم الخشية كانت من أن تجد نفسك في نهاية فترة تصويب الأوضاع أمام 4 أو 5 أحزاب فقط. يعني الشروط بدون تدخلات أمنية وبدون عملية هندسة وإيجاد للأحزاب، أنت كنت يمكن أن تكون في مواجهة 5 أو 6 أحزاب. ولذلك الآن لا، المطلوب حتى تنجح التجربة أنه أنت تتجاوز سقف 10 أحزاب، حتى تقول أنه والله أما من 54 حزب إلى ما دون 10 أحزاب. وبالتالي لا، أعتقد ليس هناك رغبة بتدخل رسمي مباشر حتى تنجح التجربة، ينتج عند لدينا مجموعة أحزاب تتجاوز 10، نصل إلى 15 حزبا. وكما قلت، بغض النظر عن الرغبات الحكومية والنوايا الحكومية، أنا أتمنى، ما زلت أتمنى، أنه إذا تقلص العدد بشكل غير قاسي، يعني لا نريد أن نصل إلى مجزرة في وضع كيف الأحزاب. يعني كيف؟ يعني أنا قلت إذا وصلنا إلى 15 إلى 20 حزب فهذا شيء جيد، لكن إذا وصلنا إلى ما دون 10 أحزاب هذا يعني أن كثير من الأحزاب التي عرفناها خلال عدة عقود لن تكون ضمن المشهد الحزبي والخريطة الحزبية. هذا أعتقد يعني يفقدنا التنوع الذي نرغب أنه يبقى موجود. الآن كما قلت، التحدي المنشغل به الأحزاب هو تحدي تصويب الأوضاع. وأنت لا تستطيع أن تغير قناعة الجماهير خلال عام واحد. صحيح. يعني أنت كان عندك 300 عضو 400 عضو، مطلوب منك خلال سنة واحدة أن ترفع العدد إلى 1000 عضو، بدك 600 عضو. إذا أنت استغرقت 10 سنوات ولا 15 سنة ب 400-500 واحد، بكبسة زر خلال عام واحد بدك لا، هذا تحدي ليس بالسهل، ولذلك هو من التحديات. هو مش بالسهل ولكنه مش مستحيل. وبعض الأحزاب لديها 1000، ولكن بالتوزيعة أنه على 6 محافظات 20% نساء، 20% شباب ما بين 18 والـ35، هذه يعني عمليا تحتاج إلى قدر من الجهد. يعني كان بالإمكان حتى يعني كما تتدرج أنت في نسبة القائمة الوطنية أنت تبدأ بالثلث مثلا تنتقل إلى الثلثين، كان بالإمكان بقانون الأحزاب كذلك أن يكون هناك عملية تدرج وتراعي ظروف الأحزاب أنها ليست كلها قادرة يعني على أن تجاوز الشروط الموجودة في القانون. تمام. أستاذ عبد المجيد، يعني في نقطة تؤخذ على الأحزاب يعني وبشكل عام، مش هي لا تقتصر على حزب يعني، وحتى الأحزاب التي لديها يعني باع في العمل السياسي، بالرغم من ازدياد الاهتمام العالم بالاتصال والإعلام وحدوث قفزة كبيرة جدا فيما يعرف بإعلام مواقع التواصل الاجتماعي، هذه ساهمت في إعادة تعريف المشاركة السياسية والاتصال السياسي والتشكيل الجماهيري والاشتباك مع القواعد الشعبية ما بين الأحزاب وأيضا قواعدها، إلى أنه اليوم أغلب الأحزاب السياسية في الأردن تجد بأنه أدائها في, 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 في هذا المضمار لا زال بدائيا جدا. أين صناعة المحتوى الإعلامي الحزبي القادر على أن يجذب يعني الشباب، القادر على أن يقنعهم بأن هناك نحن سنذهب إلى حياة حزبية علينا أن ننجحها يعني رغما من عن التحديات أو الظروف التي نواجهها؟ هذا أكيد. كله مختفي تماما. هذا ما بتتحمل مسؤوليته الدولة، ما تحكولي، هذا بتتحمل مسؤوليته الأحزاب نفسها. سؤال مهم، بس أنا تسمحوا لي بس بدي أعلق على موضوع الاندماج. تمام، تفضل. هي يعني مسألة الاندماج طرحت عنا وكأنه المسألة تتم بقرار إداري. خلاص بدنا 3 أحزاب، بدنا 5 أحزاب. أيوه. هاي بالعمل السياسي والحزبي ما بتركب، ما بتمشي. الاندماج مش بقرار إداري. والله إحنا على سبيل المثال حزب يساري تاني، تعالوا يا جماعة مشان نرتب أمورنا ونزيد. طلب منكم. ونزيد العدد. لا لا لا. ما طلب. لا لا. جميل. ليش؟ لأنه عندنا قناعات. الاندماج يبنى على القضية الفكرية والسياسية. لما يكون في تقارب، في يعني حالة من
تفاهم بنسبة صحيح. كبيرة جدا بالجانب الفكري والسياسي بحيث يكونوا مكملين لبعض تماما يعني. تماما وإلا بتصير المسألة يعني بقرار إداري بدنا نندمج ولادة شيء مشوه يصبح طبعا وهذا عم باليمين واحد وهذا عم يحصل الآن وهذا الآن عم يحصل يعني مع أحزاب موجودة حتى تضمن موضوع العدد تحل نعم. مشكلة العدد أيوة إذا أنا بدي أندمج مشان أحل مشكلة العدد لا شو بدي ليش لا ما في داعي ما في داعي أكون حزب إذا أنا بدي أعجز أمام هاي الاستحقاق أمام هذا الاستحقاق وهذا تعاملنا معه إحنا أنه هو تحدي جميل تماما. موضوع الإعلام أنا أدرك تماما شو أهمية اللي تفضلت فيه والإعلام هو الوسيلة اللي بتوصل الحزب للناس صح. اللي بتقدم موقفه ورأيه ونشاطه ودوره صحيح. أنا ما بدي أدعي لكن بكل تواضع أعتقد نحن كحزب هذا الموضوع أعطيناه أهمية قصوى تماما سبقتم غيركم في هذا الموضوع ربما آخرين طبعا لكن أنا بقدر أحكي عن تجربتنا نعم. أنا بقدر أحكي عن تجربتنا ومترافق معها إنه إحنا أهم إنجاز كان إنا خلال السنوات الأخيرة هو القطاع الشبابي وهذا اللي هو بشكل ديمومة الحزب صحيح. وتطوره طبعاً تمام ودي أشير بس لمسألة واحدة إحنا في الهيئة القيادية الأولى عندنا 2 شباب وتحت 35 2 وهذا يعني ما أجى بالصدفة هذا أجى نتيجة بذل جهود كبيرة في القطاع الشبابي والطلابي حتى يكون في عندنا جسم شبابي نعتمد عليه بالجانب اللي تفضل طبعا بجوانب أخرى لكن بالجانب اللي تفضلت فيه موضوع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صحيح. نحن نتواجد أولا في الموقع الإلكتروني للحزب ونشيط وحتى بالسنة الحالية أو نهاية العام الماضي اشترطوا أنه يتم التسجيل بهيئة الإعلام نعم صحيح وسجلناه بهيئة الإعلام عندنا الجريدة نداء الوطن عندنا صفحات اللي بيديروها الشباب يعني وفي عليهم إشراف من دائرة الإعلام بكل المسميات من فيسبوك لتويتر لإنستغرام ل جميل تماما وبالتالي لم نهمل هذا الجانب بس أقول لك أنه يعني حققنا قفزة كبيرة بالتأكيد لا لكن على الأقل موجودين موجودين نقطة مهمة هذه طيب أستاذ عاطف يعني البعض يقول بأنه المهم بالفترة المقبلة بأنه يتحول المشهد الحزبي من البعد الشخصي إلى يعني عمل مؤسسي البعض بعض الشخصيات الحزبية تتعامل مع الحزب كأنه مؤسسة الوالد يعني في بعد شخصي كبير جدا وهذا أنت تعلم بأنه يؤثر على صحيح حضور الحزب ووجهه وشكله وأداؤه نعم. أيضا نعم يعني الآن يعني إذا بنتكلم عن الأحزاب يمكن تم استخدام مصطلح أحزاب أو أحزاب الدكاكين أو أحزاب الشخص الواحد أيوة. الحزب يكاد يختزل في شخص الأمين العام والأقارب والمعارف والأصدقاء وبالتالي لا هذه المشكلة موجودة وقائمة يعني لا نستطيع أن ننكرها المطلوب أن نخرج منها هو أعتقد أنا قلت يعني ربما تكون هناك إشكالات في القانون لكن قد تكون هناك إيجابيات اليوم يعني في ظل الترتيب الجديد 1000 شخص وخمس محافظات ست محافظات نعم. عفوا و20% شباب و20% نساء لا هذه أحزاب الدكاكين والشخص الواحد أعتقد ستواجه مشكلة حقيقية ولذلك كثير منها ربما يخرج من الساحة الحزبية فهذا تحدي أمام الأحزاب نحن قلنا التحدي الأساسي أمام الأحزاب كيف تكون أحزاب برامج تطرح برامج سياسية برامج فكرية مبادرات مجتمعية مبادرات تنموية حتى تستطيع أن تقنع حتى لو كانت الأحزاب حتى لو كان يعني أنا سررت حقيقة أنه حزب زي حزب جبهة العمل الإسلامي يقدم رؤية اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي في الأردن هو الوضع الطبيعي أن من يقدم البرامج والرؤى حكومات. في الحكومات والأحزاب أحزاب الظل التي تكون مؤهلة لاحقا أن تكون موجودة في الحكومة وهذا يشكل لها حافز تعد برامجها حتى إذا ما وصلت إلى مواقع التأثير تكون جاهزة للتعاطي مع التحديات الموجودة ولكن اليوم في الأردن نحن لدينا يبدو ما نزال على مسافة أتمنى أن لا تكون طويلة حددوها بـ10 سنوات وهي فترة طويلة في تقديري
على الحكومات البرلمانية، بمعنى أن تصبح الأحزاب بالفعل أمامها فرصة أن تكون في المشهد الحكومي في مساحة حكومات. التأثير. نعم. ورغم ذلك أنا أقول أن الأحزاب مطالبة حتى ليس من أجل أن تقدم هذه الدراسات فقط للجانب الرسمي، ولكن حتى تقنع الجماهير. أنت مطلوب منك أن تقنعهم أنه لديك برنامج سياسي، برنامج اقتصادي، برنامج تنموي، برنامج اجتماعي، حتى تستطيع اجتذاب المواطنين. كذلك أنت تخوض تجربة حية. الأحزاب مطلوب منها أن تقنع المواطن بأهمية الانتساب إليها، وبأنها هي الوسيلة الحقيقية لممارسة العمل العام. اليوم نحن علينا أن نعترف أن قطاعات واسعة من المجتمع بتأثير الأداء الرسمي، وربما تتحمل الأحزاب جزء من المسؤولية، أن الناس تتجه للعشيرة وليس للحزب. صحيح. وبالتالي أصبح حضور الأحزاب العشائر في البرلمان أكبر بكثير من وجود الأحزاب. والذي يريد أن يتوظف، يريد أن يحقق، يعني يحمي كثير من المسائل. يعني تعتقد أن العشائرية منافسة للحزبية؟ لا لا لا، ينبغي أن لا تكون منافسة. العشائرية هو ينبغي أن لا تكون، ولكن الآن في هذه الحالة العشائرية أمر محترم على المستوى الاجتماعي، وينبغي أن تبقى وتظل وحدة اجتماعية. من الخطر تحويل العشيرة التي هي وحدة اجتماعية لها كل الاحترام والتقدير إقحامها في الموضوع السياسي. على فكرة القوانين السابقة أحدثت شروخات ومشاكل ومصائب داخل العشائر، ونقلت قانون الصوت الواحد وقانون الصوت المجزوء، التطبيقات التي حصلت أحدثت مشاكل وشروخات داخل العائلات داخل العشيرة الواحد. نعم. داخل العشيرة. نعم. بل داخل الحزب الواحد. أنت أصبح يعني واحد بده يفوز من القائمة، وما عدا ذلك كان يسمى بالحشوات على مستوى العشيرة. هذا نعم المسألة سمعنا بهذا إذن الأحزاب مطالبة، ولكن الجانب الرسمي أنا في تقديري إذا أردنا أن نتحدث عن حياة حزبية متقدمة متطورة خلال الفترة القادمة، علينا رقم واحد أن نزيل المخاوف لدى القطاعات الشعبية، أن نطمئن القطاعات الشعبية بأن هذا القرار تشجيع الناس على الانتساب للأحزاب دون مساءلة هذا قرار لا رجعة عنه، وأن لا تأتي إجراءات مثل موضوع الشباب، إجراءات تنفيذية لتلغي قيمة التشريعات التي يتم وضعها. طمأنت الناس واحد. اثنين، إقناع الناس بأهمية المشاركة في الحياة السياسية. المشكلة ليست في الأحزاب، مشاركة الناس في الانتخابات. آخر انتخابات حصلت بلدية وبرلمانية كانت النسبة متدنية جدا. بتونس سمعنا عن نتائج 11.2% قبل يومين. نعم صحيح. نوصل لهذا المستوى. نعم. لما بنوصل إلى مدونة بطل في إيمان بالعملية السياسية. أيوة، فهناك مشكلة، ولذلك الدولة معنية أن تنجح التجربة البرلمانية والتجربة الحزبية حتى تعزز قناعة الناس بأهمية المشاركة الشعبية. المسألة الثالثة، المطلوب الحيادية والنزاهة في الانتخابات القادمة، لأنه إذا لم يكن في الانتخابات القادمة يخشى أن تكون التجربة القادمة هي الفرصة. بديش أقول الأخيرة، أنا لا أحب كلمة الفرصة الأخيرة، لكن ستكون هناك صدمة كبيرة لدى القطاعات الشعبية والسياسية إذا ما حصل التدخل وهندسة نتائج الانتخابات في الانتخابات القادمة. بس البعض بيقول لك لا صدمة ولا شيء، الخد معود على اللطم. أنا تقديري أنه هذا الأمر سيتسبب بحالة إحباط قد تكون نتائجها سلبية. إن شاء الله. آخر مسألة الرابعة المطلوبة حتى نشجع الناس وتشعر بقيمة الأحزاب، موضوع الحكومات البرلمانية. قصة العشر سنوات هذه مهمة جدا. قصة العشر سنوات، يعني عشر سنوات أنت بتعطي ناس يعني فترة بعيدة. البعض قال العشر سنوات أفضل من العشرين سنة. لا لا لا، عشر سنوات فترة بعيدة. هل يحتاج الشعب الأردني لم يصل إلى سن الرشد حتى ينتظر عشر سنوات قادمة؟ كان مفترض أن تكون المدة أقل. أنا في تقديري كان المفروض أن لا تكون هناك مدة، وإذا بدك تحط مدة في أبعد حد لمرة واحدة حتى تعطي الأحزاب فرصة أنها تكون نفسها بالأربع سنوات القادمة. ما تعتقد أن السنة اللي أعطيت للأحزاب هي ستكون قادرة أن تكون أحزابا قوية؟ لا، اليوم هي بدها تضمن عبور شروط القانون أن تبقى موجودة،
أعطيها فرصة 4 سنوات ضمن بيئة سياسية مشجعة ومحفزة أنه تعزز قوتها وحضورها، بعد 4 سنوات افتح المجال للحكومات البرلمانية. طيب. أنا لما بعرف إذا انتسبت لحزب هذا الحزب ممكن يكون بكرة والله مشارك في الحكومة، بيطبق برنامجه الاقتصادي برنامجه السياسي، هذا سيشجعني. أما أنا سأنتسب إلى حزب وهذا الحزب ليس أمامه فرصة أن يكون في مواقع التأثير، إيش الفائدة؟ سأختم مع الأستاذ عبد المجيد، يعني عطفا على ما قاله الأستاذ عاطف فيما يتعلق أنتم يعني من خلال تجربتكم، من خلال الحيثيات المتوفرة لديكم، ما الذي تعتقدون بأنه تحدي كبير أمام تحقيق دعنا نقول الانتقال المطلوب في المشهد السياسي الأردني؟ لا نرى بعد فترة يعني حكومات حزبية فعلا تمتلك برامج وسياسات ورؤى ناجحة. تمام. جوهر الأزمة واللي بيشكل تحدي حقيقي للأحزاب ولكل القوى الشعبية هو استمرار هذا النهج السياسي والاقتصادي والحكومات المتعاقبة اللي بتصير وفق هذا النهج اللي أوصلنا لانسداد بالأفق السياسي وبالتغيير الحقيقي والإصلاح الحقيقي. بالجانب الاقتصادي والمعيشي أوصلنا لأزمة خانقة نعيشها في كل بيت أردني، وبالتالي أي تفكير باستعادة الثقة، احنا مش ناس عدميين، لا ولا عنا اوهام انه والله بيوم وليله الامور بدها تتغير، لكن احنا حريصين على بناء تجربه ديمقراطيه حقيقيه. هذه زي ما تفضل الاستاذ عاطف وهذا باكد عليه، تحتاج استعاده الثقه. طب كيف الناس بدها تستعيد الثقه وكيف بدها تامن انه في اشي جدي بدون تغيير هذا النهج؟ في تحالف بين راس المال والسلطة. السلطة نعم. وبالتالي بفصل القوانين التي تخدم مصالحه، هو الذي يقود هذا النهج. وبالتالي الخطوة الأولى المطلوبة حتى نستعيد الناس تستعيد الثقة بما يطرح بما يقال البدء بتغيير هذا النهج. هذا بيحتاج لفعل حقيقي من الأحزاب إنها توحد جهودها في إطار وطني اللي يشكل ضغط حقيقي للشروع باتخاذ إجراءات جدية حقيقية لتغيير النهج. اثنين، بالتأكيد المفصل الأساسي اللي بدها تستند عليه الأحزاب أول محطة بالانتخابات، إذا شعرت أنه الأمور لم تتبدل لم تتغير لا، هذا بيعمق من فقدان الثقة تماما. الأهم من هيك انه اذا بدنا فعلا حكومات برلمانيه مده 10 سنوات انا اتفق انه مده طويله وما كان في داعي لتحديد الوقت، كان من اول دوره برلمانيه اوكي تحددت قائمه وطنيه 41 مقعد، خاضت الاحزاب هذه التجربه، هذه المفترض التجربه ينبنى عليها تفتح الافاق. صحيح. انه برلمان حزبي، ما في شخص برشح حاله، لا في حزب بيقدم مرشحينه اللي بيحظى بثقة الناس دخل البرلمان. مرشحينه بيقدموا برنامج، ما بيقدم رؤية شخصي. طيب إذن ماذا تريد أن تقول في هذه النقطة لأنه بدنا نختم فيها؟ نعم نعم، استعادة الثقة جيد، وهذا مسؤولية الحكم أولا بالبدء بإجراءات حقيقية جدية لتغيير النهج، مسؤولية الأحزاب بأن تشكل رأي عام شعبي ضاغط لإحداث هذا التغيير. شكرا جزيلا، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأستاذ عبد المجيد دنديس، الشكر الموصول أيضا لرئيس مركز الأمة للدراسات الأستاذ عاطف الجولاني، وأنتم أيضا مشاهدينا شكرا جزيلا لطيب متابعتكم هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقات جديدة بإذن الله تعالى.